وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي. أشار الوزير إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. نقدر نقول ان احنا زي ما كنا بنتكلم على وصولنا للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، الحمد لله مع مراحل الاخيره من مشروع حقل زهر وزياده الانتاج به، وصلنا لاكثر من 2 مليار عدم مكعب في اليوم في اول هذا الشهر. احنا الحقيقه في هذا الاسبوع نقدر نقول ان احنا استلمنا اخر شحنه من شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وبالتالي احنا الحقيقه كده نقدر نقول ان احنا بطلنا استيراد غاز طبيعي مسال، وان شاء الله اعتبارا من شهر اكتوبر نقدر نقول ان احنا داخلين في مرحله الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج المحلي، بحيث انه يغطي احتياجات الصناعه، يغطي احتياجات الكهرباء، ويغطي احتياجات المنزلي، وان شاء الله نستكمل هذه المسيره للغاز الطبيعي بحيث ان احنا نوصل للمراحل اللي احنا كمان نقدر ندخل على إضافة صناعات القيمة المضافة، ونتكلم في التصدير بعد كده، وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها الحمد لله لزيادة الدخل القومي إن شاء الله، ونحسن من القيمة المضافة لهذا الانتاج الحيوي الخاص بالموارد الطبيعية لمصر.